بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل الحرارة على شمال الصعيد، إنما حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان الجو هيكون لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان في شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحيانا، وده على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق. وفي فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وده هيكون برضو على فترات متقطعة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة الأمياء، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة وأهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم. احنا طبعا بعد التقلبات الجوية اللي شفناها على مدار ايام الاسبوع الماضية، اليوم ان شاء الله هيكون في استقرار تام في الاحوال الجوية في معظم المحافظات. درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام. احنا خلاص بدأنا النص الثاني من فصل الخريف اللي هيكون معظم الايام المقبلة درجات الحرارة فيها حول المعدل او كمان ممكن احيانا تكون اقل من المعدل. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع خلال فترة النهار ان هي تكون 27 درجة مئوية، فبالتالي احساسي بالطقس خلال فترة النهار ان هو طقس خريفي معتدل تماما على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ايضا سواحلنا الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط. طقس مائل للحرارة على محافظات شمال الصعيد، حارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده بيكون فترة النهار وتحديدا في فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي، لأن كمان يمكن نلاحظ في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خاصة في المحافظات الداخلية، بسبب إن المنخفض الجوي بقى موجود في طبقات الجو العليا، موجود بشكل كبير في المناطق الشمالية مش موجود في المناطق الداخلية. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس طبعا بيحصل انخفاض في قيم درجات الحرارة، الانخفاض ده هيصبح محسوس بشكل كبير وملحوظ في ساعات الليل متاخر فتره الصباح الباكر، ويمكن خلال الليل الليالي اللي جايه ان شاء الله هنحس بمزيد من البروده وانخفاض في قيم درجات الحراره الصغرى، لان درجه الحراره الصغرى بتنخفض ب 18 و19 درجه مئويه في المحافظات الشماليه، يمكن كمان بعض المحافظات من شمال الصعيد بتنخفض ب 14 و15 درجه مئويه صغرى خلال فتره الليل، فبالتالي اجواء فتره الليل هي اجواء مائله للبروده في معظم محافظات الجمهوريه وخاصه المدن الجديده، المحافظات اللي هي ظهير صحراوي بشكل كبير. كمان الشبوره المائيه دايما ظاهره جويه مؤثره في فتره الاستقرار في الاحوال الجويه، الشبوره المائيه ما زالت ظاهره جويه بتاثر فتره الصباح الباكر، ساعات الليل المتاخر بتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكن هي كثافتها اقل من حاله الضباب او اقل من الشبوره المائيه اللي احنا كنا بنشوفها خلال الاسابيع الماضيه. الشبوره المائيه ممكن تكون كثيفه في بعض الاماكن، ان شاء الله ما تاثرش تماما على حركه المرور. بالاضافه كمان اليوم متوقع ان فرص الامطار تنحصر فقط في المناطق الساحليه المطلة على البحر المتوسط، سواحلنا الشمالية وأيضا بعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري، وهتكون فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية هنلاحظها في بعض المحافظات والمحافظات الأخرى لا، يعني بصفة عامة هي الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير، يمكن ده متوقع كمان معانا خلال 48 ساعة القادمة، الأحوال الجوية مستقرة، لكن مع يوم الأحد المقبل بداية الأسبوع الجاي إن شاء الله هيكون في حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا وأيضا سطح البحر المتوسط، هيكون في عناصر كثيرة في الحالة الجوية دي، أهمهم طبعا تساقط الأمطار بتفاوت الشدة من محافظة للتانية، وهتشمل أغلب محافظات شمال البلاد حتى شمال الصعيد، انخفاض في قيم درجات الحرارة عظمى على القاهرة الكبرى متوقع أنها توصل ل 25 درجة مئوية فترة النهار، وطبعا نشاط للرياح، فعشان كده مهم جدا خلال الفترة اللي جاية المتابعة المستمرة واليومية للنشرات الجوية عشان نعرف تفاصيل الحالة الجوية دايما، ومهم كمان بقدر كبير لازم ناخد بالنا من نوعية الملابس، لازم نشتري الملابس الخريفية خلال الفترة اللي جاية، لأن هنحس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة، وطبعا القيادة تكون بجزء تام مع وجود الشبورة المائية فترة الصباح الباكر. بشكرك منى، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره للعظمى فيها 27 والصغرى 19، العاصمه الاداريه 27 18، اسكندريه 26 18، العلمين الجديده 26 18، مطروح 25 17، ودمياط 26 19، بورسعيد 26 18، الاسماعيليه 28 17.
السويس العظمى فيها 27 والصغرى 18، العريش 26، 17 كاترين 24، 13 طابة 29، 20 حلايب 26، 23 شلاتين 30، 25 شرم الشيخ 30، 21 الغردقة 30، 20 الفيوم العظمى فيها 27 والصغرى 17، بني سويف 28، 16 الوادي الجديد 31، 18 أسيوط 28، 15 سوهاج 29، 17 قنا 29، 18 الأقصر 29، 18 وأخيرا أسوان العظمى فيها 30 والصغرى 19. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية لجومانا وشاذلي نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا ليك يا لمى.